Alors, فيما يخص بما وقع في الحوز، يمكن أن نقول أن هذا الزلزال الذي وقع في جنوب مراكش فهو كان غير متوقعا بالنسبة للقوة، ولكن كان متوقعا بالنسبة بدرجة أقل من 6. فيمكن أن نشرح ماذا وقع وكيف وقع. نعرف أن في المغرب عندنا 3 مناطق زلزالية أي نشطة زلزاليا، وهي المنطقة الشمالية التي معروفة، منطقة الحسيمة، ثم منطقة أكادير والأطلس الكبير، وفي درجة أقل منطقة فاس مكناس. المسبب الرئيسي لهذا الزلزال، لهذه الزلازل، هو تقارب القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. هذا التقارب يؤدي إلى ضغط على الصخور، وهذا الضغط في وقت ما ينفجر، أي هناك كسور تنكسر، والطاقة التي كانت مخزنة منذ سنوات تتحرك فتعطي موجات زلزالية تؤدي إلى ما شاهدنا في الحوز. بالنسبة لهذا الزلزال فهو وقع على بؤرة سطحية، حينما أقول سطحية فهي 8 كيلومتر إلى أقصى 18 كيلومتر كما على حسب الطريقة التي يقوم بها العلماء. ف 18 أو 8 فهو زلزال سطحي و7 درجات. وهذا الزلزال السطحي له خصوصيات، وهو أنه في الهزة الأولى، الهزة الرئيسية، تتحرر 70 إلى 80% من الطاقة التي كانت مخزنة، ولهذا فإن المرتدات الزلزالية تكون أقل خطورة وأقل قوة. وعندما إذا رأينا ما وقع من الجمعة، من ليلة السبت إلى الآن، فالهزة الأولى كانت 7، ثم جاءت بعدها ب24 دقيقة الهزة الثانية، وهي الهزة الاكتدارية الأولى القوية ب5.2، وبعدها بدأت تتراوح بين 3 و4 إلى 4.8 في بعض الأحيان. ولكن كما قلت فكل هذا فهو فهذه الهزات الاكتدارية لن تكون كما يتساءل المواطنون، لن تكون بقوة الزلزال الأول. على إثر ذلك دكتور، أنه شفنا الخرجات ديال الخبير الهولندي الذي أرعب نقولوا سكان الشمال والمغرب بالتوقعات ديالو، فرأيك شنو يمكن تقول؟ لا، هو على حسب ما شفنا الخبير الهولندي، هو إذا قلت أن جميع الأطروحة ديالو هو على حسب الكواكب والفضاء، نؤكد من هذا المنبر أنه لا توجد أي علاقة بين ما يقع في الفضاء من كواكب وهذاك وما يقع باطن الأرض. نحن نتكلم عن 8 كيلومتر في باطن الأرض، فلا يمكن لأي لو تغيرات مناخية ولا حركة الكواكب أن تؤثر في هذا في الزلازل. وما سمعنا البارحة أن هناك تسونامي وفي شمال المغرب وجنوب البرتغال، أظن أن هذا العالم يرى، نحن نعرف أن في جنوب البرتغال هناك فارق كبير يسمى الفارق الأصوري، ليزاسور، وهو فارق أعطى زلزال مرتين قويا، 1755 الزلزال الذي دمر لشبونة، والذي أعطى دمر ذلك بعض المناطق في المغرب، من بينهم رباط، وأعطى حسب الدراسات الجديدة أعطى بعض تسونامي في شمال في سواحل المغرب من طنجة إلى أصيلة إلى الصويرة.
حيث قدر العلماء الذين يترون بأن الموجات كانت أكثر العلوها 15 متر. إذا هو أظن أنه والهزة الثاني والزلزال الثاني جاء 1969 في عيد الكبير، أي الذي هز كذلك جميع المدن المغربية، وكان قوته 6.9 إلى 7 وأعطى بعض الهزات. إذا هو أظن هذا العالم يمكن إذا كان يقول هو يعرف الفوارق التي تسبب، كما نحن نعرفها الفوارق التي تسبب الزلازل، بما أن هذا الزلزال من 1969 لم يتحرك، فيمكن هذا الفارق فيمكن أن يعطي زلزال نحن نتوقعه في جنوب البرتغال، ولكن ليس لهذه، ولا يمكن لأي حدا أن يعرف سيقع الزلزال وفي أي وقت وفي أي سنة. لو كان هذا ممكن للعلماء اليابانيين والأمريكان الذين لهم تجربة كبيرة في الزلازل لكانوا توقعوا بزلازلهم التي تفوق بعض الأحيان 7 و8. هذا هو يمكن. إذا ليس هناك أي علاقة بين حركية الكواكب في الفضاء وما يقع في باطن الأرض. هو كل ما يقع عنده له علاقة بتكتونيك الصفائح، أي تقارب القارة الإفريقية والقارة الأوروآسيوية.